لا يجوز أبدا أن نتابعهم على هذا الاحتفال، هذه واحدة. أما بالنسبة لعيد الميلاد فهو أشد وأشد وأفظع وأفظع، لا يجوز أن نهنئهم به. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، قال: وأما تهنئتهم بأعيادهم الشرعية فمن هنأهم فإنه إن سلم من الكفر، انتبه الكلمة هذه، إن سلم من الكفر فهو أعظم من أن يهنئهم بشرب الخمر والسجود للصنم ونحو ذلك. وقال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما تهنئتهم بأعيادهم فإن ذلك يدخل السرور عليهم. وذكر كلاما طويلا في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، الذي يشير على كل مسلم أن يقتني هذا الكتاب. فلا يجوز أن نهنئهم بأعيادهم أبدا، لأن التهنئة بأعيادهم الدينية يعني الرضا بشعائر الكفر، وهذا خطير جدا. فإذا قال قائل: ألا يجوز أن نهنئهم مجاملة لهم كما كانوا يهنئوننا بأعيادنا؟ قلنا: لا، لا نهنئهم، لأن أعيادنا والحمد لله أعياد شرعية، وأعيادهم أعياد بدعية. طيب، أرأيتم لو هم هنؤونا بعيدهم هل يجب علينا أن نرد عليهم؟ الجواب: لا.